اهلا بحضراتكم مره تانيه مشاهدينا. احنا في فقرتنا الثالثه والاخيره نوهت قبل الفاصل ان احنا نتكلم عن الثراء السريع وازاي الناس بقت بتحقق ثراء سريع، وان كل حد بقى بيقلد صحابه، بقى بيقلد الناس اللي حواليه، بقت بتقلد الناس اللي انا بشوفهم على التيك توك، بقت بشوف شهره سريعه جدا، ناس بتحقق فلوس بسرعه كانت مثلا مستواهم مش حلو قوي، وده كان بيبقى باين مثلا في الفيديوهات اللي بيصوروها. بعدين بقت الدنيا بقى معهم عربيات، بقى معهم بيوت حلوه جدا، بقى معهم حاجات كتيره جدا. طب انا شايف ان هم بيحققوا حاجات يعني بسرعه، انا لو اشتغلت مش هحقق كل ده في الوقت اللي هم بيحققوا بيه، اضطر ان انا مثلا الجا للسوشيال ميديا لان انا اعمل محتوى حتى لو مش هادف، حتى لو ما بيقدمش حاجه، المهم ان انا اجيب فلوس بسرعه. احنا كنا هنتكلم في الموضوع ده مع دكتوره رحاب العوضي، استاذ علم النفس السلوكي، لكن لعطل فني هنأجل الموضوع لمره تانيه. احنا يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا نقدم لحضراتكم كل حاجه بتدور حوالينا في المجتمع، بنتكلم في كل الاحداث اللي بتحصل سواء سياسيه او اقتصاديه او اجتماعيه زي ما بنتكلم دلوقتي، التحقيق الثراء السريع. ايه اللي بقينا بنشوفه دلوقتي؟ ايه اللي بقينا يعني برضو ما مش قادرين ان احنا يعني نقول ان في حد غلطان؟ انا بشوف مثلا الناس بتتغني بسرعه، بشوف شهرة سريعة جدا، طب ما انا عايزة ابقى زيهم، ايه اللي يمنعني ان انا ما ابقاش زيهم؟ ده هنعرفه في حلقات تانية ان شاء الله. النهاردة خلصت حلقتنا من صباح مي، غدا حلقة جديدة من صباح مي مع زملاء اخرين. الى اللقاء.